وجاءت سكرة الموت بالحق، الحق أنك ستموت، الحق أنه ستأتيك ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، الحق أنك ستعرض للسؤال، الحق أنك سترى إما جنة وإما نار، فكيف سيكون الحال وكيف سيكون السؤال؟ بل ليت شعري، كيف سيكون الجواب وأين سيكون المصير؟ هل ترى مقعدك من الجنة أم ترى مقعدك من النار؟ إن ساكن الدنيا لابد أن يعلم أنه سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. يا ساكن الدنيا، إن مثواك القبر غدا، فماذا أعددت للقبر؟ إنه اختبار للتوحيد. من ربك؟ لن يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله، لم يخشى إلا الله، لم يستعن إلا بالله، لم يعطي إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ويغضب من أجل الله، حياته كلها لله. سيثبته الله، لم يشرك بالله، لا سحرة لا شعوذة لا كهنة لا عرافين، لم يقسم إلا بالله، وما قدم النذور إلا لله، وما ذبح إلا لله، ولم يستغث إلا بالله. سينجح في اختبار التوحيد، ثم اختبار للصدق. وما دينك؟ قال ديني الإسلام، الإسلام المبني على 5 أركان، على شهادة التوحيد، على إقامة الصلوات. فأين المصلون؟ صلاة الفجر تئن وتشتكي، وباقي الصلوات تئن وتبكي، والمسلمون يمرون على المساجد كأن الأمر لا يعنيهم. ستسأل يا مسكين، إذا وسد العبد في قبره، جاءته الأعمال الصالحة، جاءته صلاته، جاءه قرآنه، جاءه ذكره وتسبيحه وتهليله، يدرؤون عنه العذاب، فيرسل الله عليه طائفة من العذاب، فتأتي من رأسه فيرده القرآن، فتقول: والله في الليل والنهار يقرأ القرآن، والله أصعب ليله ونهاره وهو يقرأ القرآن، فلا مدخل لك عليه. فيأتي العذاب من بين يديه، فترده الصدقات والصلوات، تقول: عنك والله ما ارتاح إلا الآن في قبره. حتى وضوءه يدافع عنه في قبره. فماذا أعددنا للامتحان؟ ماذا أعددنا للامتحان؟ وعند الامتحان يكرم المرء، يكرم المرء أو يهان. ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في قبره، فيأتيه الملكان فيقعدانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول ها لا أدري، لا صلى الفجر في جماعة، ولا حفظ الجوارح والأركان، وما قدر الله حق قدره. فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها ما لا أدري. فيضربانه بمطرقة على رأسه، فيخر في الأرض 70 خريفا، حتى إذا أفاق قال له: وما دينك؟ قال: ها لا أدري. فيضربانه حتى يخر في الأرض 70 خريفا، فإذا أفاق أقعداه وسأله: ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟